بسم الله اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه لعلها ليله كرويه مصريه غير موفقه لعلها ليله كرويه حزينه حزينه الكوره في مصر ما بين الاهلي وما بين الزمالك اليوم جمهور الفريقين في حاله حزن الزمالك بيخسر من الوداد بنتيجة 1-3 في المغرب، وأيضاً الأهلي بيخسر ولكن هنا في القاهرة بنتيجة 1-0 صفر أو 0-1، صفر وإحنا بنتكلم على النادي الأهلي بطل أفريقيا حامل لقب هذه البطولة. خلينا ده الكلام المجمع لكلاهما معاً يعني، إنما خلينا نخصص في حديثنا عن كل نادي لأنه وإن كانت النتيجة بالنسبة لهم الاتنين رايحة في سكة الحزن وكلاهما خاسر إلا أنه إلا الطريق إلى الخسارة كان مختلفا والظروف والأوضاع وما يتعلق بالحظوظ مختلفة بطبيعة الحال لعدد المباريات اللي لعبها كل فريق فخلينا نتكلم وفقا للمعطيات الخاصة بكل فريق من الفرق على حدة حتى لا نقع في فخ التعميم من باب الحياد فيصبح الكلام نجمع علشان يبقى هو ده شكل الحياد انما الحياد نتكلم عن كل حاله هي في الاجمال حاله حزن لان الاثنين خسروا انما بالتفصيل ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي حالا الزمالك كان بدا لقاؤه امام الوداد المغربي متقدم بهدف عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة ثلاثة وهو ما أعطى شعورا أنه الزمالك مصر ومصمم على العودة إلى أسلوب الزمالك الشرس وطريقة الزمالك الشرسة ولكن سرعان ما حصل تراجع كبير في أداء نادي الزمالك وتقهقر إلى الشكل الدفاعي دون أي أسباب أو مبررات تقول أنه الزمالك يعمل كده مع الوضع في الاعتبار المزيد بل والعديد من الأخطاء المركبة والأخطاء الدفاعية التي أدت إلى التعادل ثم إلى تقدم الوداد بهدفين مقابل هدف علشان النتيجة تتصعب جدا جدا الهدف الثاني تحديدا يمكن الخطأ فيه كان مش متوقع على الإطلاق لأن الكرة اتلعبت من ناحية الشمال وطلع أبو جبل كان المفروض يتعامل معها بقوة أكتر من كده لكن الكرة بتسقط علشان تلاقي الراجل لاعب الوداد المغربي بيسكنها الشباك ومن بعد 2 واحد النتيجة بتصل إلى 3 واحد ولا يتمكن الزمالك من العودة إلى اللقاء مرة أخرى وهو أمر برضه يدعو إلى الاستغراب كيف لك أن تبدأ لقاء متقدما على الوداد في الوداد ولا تحافظ على هذا التقدم يصعب عليك البدايه ويصعب عليك الجول الحلو اللي جابه زيزو انه الزمالك ما يدوسش عليه، ما يكملش عليه، ما يحافظش عليه. انما دايما اقعد اسال ليه الاسباب بتاعه التقهقر ما كملتش ليه الشخصيه؟ وفي حاجات كتير حصلت في اللقاء الحقيقه خلينا نشوفها بالنظره الطبيعيه انها كانت مؤسفه. تصرف الكابتن مدحت عبد الهادي مدرب عام نادي الزمالك وهذا الرجل انا باكن له كل التقدير ولكن ما فعله هو خطا جسيم الحقيقه لا يليق بنادي الزمالك ولا يليق به هو كاسم كبير وكمدرب عام لنادي الزمالك واتحدث هنا عن الدفعه التي دفعها للاعب حامل اسف ليه حامل الكرات في الملعب مش دي اللقطه الحلوه اللي تعبر ابدا 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 عن الزمالك ولأنه الحقيقه يعني كان هناك من الحكمه والذكاء في التعامل مع هذا الموقف تدخل شيكابالا وانا بعتقد انه ما افسده الكابتن مدحت عبد الهادي اصلحه محمود عبد الرازق شيكابالا في وقت قصير جدا جدا هنا اللقطه دي انا لازم اقول لشيكابالا برافو عليك احتواء الموقف والتعامل معاه بهذا الشكل لازم يا جماعه احنا 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 ناس اتقابلنا احسن مقابله في المغرب. احنا ناس اتعاملنا احسن معامله في المغرب. احنا ناس من اول ما الزمالك حط رجله في المغرب وهو بيشوف افضل حاجه حصلت من اخواتنا هناك. فالطبيعي ان احنا حتى ولو النتيجه مش ماشيه على هوانا لازم نمسك نفسنا لازم يبقى فيه من الحكمه في التعامل مع الامور لازم. عشان احنا بنتكلم على نادي الزمالك اللي انا وانت مش مختلفين انه اسمه نادي الزمالك المصري يمثل مصر في هذا اللقاء في المغرب ويتعامل هذه المعامله الطيبه المميزه جدا جدا الحقيقه وعلشان كده وان كان هناك خطا وقع فيه الكابتن مدحت عبد الهادي الا انه تصرف شيكابالا الحقيقه انه نزل بردا وسلاما على قلب جمهور نادي زمالك قبل اي حد تاني قبل الوداد قبل اي حد. ليه؟ لانه الناس فاهمين كويس انه ده حتى كمان شتت اللعيبه وشتت الفرقه ومش هو ده، الزمالك كان عنده اخطاء في الملعب اكتر نركز فيها. مش هي دي، مش هي دي. مش هي دي، انت حتى لما الراجل عشان ضيع سنتين ضيعنا وقت كتير جدا جدا، ضغطنا على اعصابنا وضغطنا على نفسنا وشتتنا نفسنا والزمالك كان احوج هنا الى التركيز اكثر منه. ولذلك كان لمجلس اداره نادي الزمالك قرارات تم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمي فور انتهاء اللقاء فخلونا نشوفها مع حضراتكم. قرارات اداره الزمالك بعد الهزيمه من الوداد استبعاد مدحت عبد الهادي المدرب العام وامير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن النادي بسبب سوء السلوك وهنا الجزئية دية الحقيقة هي تستحق هنا أن نشيد بقرار مجلس الإدارة في الحفاظ على اسم وسمعة وشكل نادي الزمالك وتكوينه ومظهره أمام الناس هم الناس عايزين يحافظوا على الشكل وانه ده ما ينفعش يطلع وانه اداره الزمالك مدركه كم التعامل الطيب اللي حصل هناك. هناك موجود المستشار احمد جلال ابراهيم، هناك موجود احمد مرتضى منصور، هناك موجود امير مرتضى منصور، هناك موجود كل الاساتذه مع حفظ الالقاب وكل الساده وموجود اللواء هدهود نائب رئيس النادي شايفين المعامله الطيبه وبالتالي المعامله الطيبه انعكاساتها لازم تبقى طيبه جوه الملعب ولازم نحافظ على روحنا الرياضيه. الزمالك عايز يقول في البيان ده انه اللي حصل ما يرضنيش. الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك بيقول ان اللي حصل في الملعب ده ما يرضنيش. فقبل اي حد انا بقوم نفسي. قبل اي حد مش شكل الزمالك اللي يطلع كده. قال لك احاله المدير الفني باتريس كارتيرول للتحقيق فور عودته الى القاهره. إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخساره من الوداد في الجوله الثالثه لمباراه دور المجموعات دي قرارات مجلس اداره نادي الزمالك بعد الهزيمه من الوداد المغربي بكل تفاصيلها طيب موقف الزمالك عامل ازاي في المجموعه وخلينا نشرح ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي بعد هذا اللقاء وبقول لك انه فرص الزمالك تزداد صعوبه لانه الزمالك لعب ثلاث لقاءات محتاج يكسب الماتشات اللي جايه كلها الزمالك من ثلاث مباريات معاه نقطتين فقط لا غير من تعادلين وخساره النقطة اللي أنا كنت بكلمكم فيها من امبارح هو إنه الزمالك كان لازم النهارده لو ما كسبتش أتعادل أعطل الوداد لو ما كسبتش ما أخليهوش ستة أخليه أربعة وأنا أبقى ثلاثة فيفضل قريب مني خلاص بيترو اتليتيكو الامور بالنسبه له بتترست اوضاعه فيها افضل معاه سبع نقاط الزمالك كان لازم لو انا مش هعرف خلاص انا خلاص انا كسبان انا متقدم اقف عند نتيجه واحد واحد بقى طب اعمل اي حاجه خلاص الدنيا حت ما تسيبهاش تفرط امسك في النقطه امسك في النقطة مش عشان النقطة ليها قيمة كنقطة بس بالنسبالك النقطة علشان أنت هتسحب من الوداد نقطتين، ولسه رايح كمان لبترو اتلتيكو هناك خد بالك يعني على كل الكوره طالما حساباتها لسه في الملعب هي لسه موجوده صعبه اه صعبه اه ما فيهاش خلاف بس طول ما حساباتها لما تمسك الورقه والقلم فتحسبها فتلاقيها ماشيه بايدك يعني تعرف ان هي لسه فيها امتى بتقول مستحيل لو الارقام اقل من عدد الماتشات خلاص مش هتعرف تعملها او الارقام او او النقاط اعلى من من اللي هتلعبها فانت هنا الزمالك خلاص انت عندك ساجرادا النهارده اتغلب من بترو اتلتيكو فبترو اتلتيكو بقى سبع نقاط معلم معلم كبير بترو اتلتيكو جاي من ورا عارف انت القادمون من الخلف ما حدش واخد باله خالص بترو اتلتيكو فجاه لعب تلات ماتشات ايه صباح الفل اتنين فوز على واحد على 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 الوداد والتاني على ساجرادا. وما بينهم كان التعادل مع الزمالك قبلهم كان التعادل مع الزمالك فتسرسب بقى اول المجموعه عن تصحيت من أنهم فجاه سج... بترو بقى رقم واحد هو في المجموعه وبعدين الوداد والزمالك اللي هم الاثنين اللي كانوا مرشحين الوداد استفاق على حساب الزمالك وهو اللي انا كنت اتمنى العكس انه الزمالك النقطه دي المكسب ده المكسب ده كان مكسب النهارده ده, ده هينقلك النقله بتاعت الثقه واللي مش عارف والروح والحاجات اللي شبه ده موقف الزمالك بالكامل نروح لموقف النادي الاهلي ونشرحه لحضراتكم بالظبط الدنيا عامله ازاي. الاهلي قد يكون نتيجه اليوم هي نتيجه مباغته وصادمه ايضا معطيات المباراه وانت بتتفرج عليها الاهلي اقرب آه بكتير جدا جدا من صن داونز الاهلي اهدر فرص كتير جدا جدا الاهلي اضاع فرص كتير جدا جدا صن كان اقتصاديا في التعامل مع اللقاء وعرف يخلص بواحدة يخلص بيها الجيم وبالمناسبة هنا بفتكر على طول كلام بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي قال لك بيلعبوا كرة ذكية واتطوروا عن الاول ماشيين بالسيستم اللي انا حطيته لكنهم بيتطوروا عن الاول وبالتالي هم وان كانوا مهددين طوال اللقاء قدام النادي الاهلي والاهلي لم ينجح ولم يوفق في تسجيل او هز شباك الخصم الا انهم واحده الشناوي تعامل معاها او اتنين تعامل معاهم الشناوي الحقيقه بمهاره عاليه جدا 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 واخرى هي اللي سكنت الشباك وبالتالي كانت هذه النتيجه وكانت هذه الخساره الصادمه لانها واسباب الصدمه انها على الاهلي حامل لقب بطوله افريقيا الحاصل على الميداليه البرونزيه كتالت للعالم فنتيجه اليوم نتيجه بالنسبه للاهلي بالنسبه لظروف النادي الاهلي وامكانياته نتيجه موجعه جدا طيب ده عن اللقاء وبقول لك انه الاهلي كان لازم يحصل تركيز كبير جدا من لاعبته في التعامل مع الفينش الاخير معنى انك بتوصل كتير ان الخطه ماشيه صح بس انت مش عارف تسجل بتوصل كتير طب ما تسجل اهدرت واحده والتانيه والتالته يمكن اغرب واحده او اكتر واحده شويه هتعلق هي بتاعت قفشه الدنيا فاضيه اي حته في اي حته لو اتعادت تاني قفشه لبسوه يعني غموا له عينيه وقولوا له شوط هيحطها في اي حته في الجنجول فتترد بجون على النادي الاهلي في وقت الاهلي ما بيعملش حاجه غير ان هو بيهجم على 18 سان داونز وارتباك كان شديد جدا جدا في دفاعات صندونز داونز وبيرسي تاو وعمل حاجات كتير جدا وحرس المرمى وطوق منه كوره وبتاع كل حاجه فيخسر الاهلي هذا اللقاء بتصويبه صاروخيه ما يقدرش يعمل لها حاجه الشناوي ما يقدرش ما يعمل لها حاجه الشناوي فينتهي هذا اللقاء بفوز صن موقف الاهلي عامل ازاي الاهلي لديه فرص وحظوظ افضل إن كنا نقارن بين حالته بعد الهزيمه في هذه الليله وبين الزمالك ولهذا أسبابه ده لعب تلاته ده لعب اتنين. طيب الأهلي خاض لقاء بره مع الهلال وخاض لقاء جوه مع صن داونز تعادل في واحد وخسر الأخر. معاه من النقاط نقطه وحيده فقط لا غير في المركز الثالث هو فاضل له مباراة مؤجلة مع المريخ المريخ لعب ماتشين فاز في واحد وتعادل في واحد فمعه أربع نقاط سان داونز لعب تلات ماتشات فاز اتنين وتعادل واحد فمعه سبع نقاط